السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، فيديو اليوم يخص مادة الرياضيات للمستوى الثالث إعدادي، درس الجذور المربعة لي غاسين كاغي. على بركة الله. اكزرسيس نمبر 6. كالكولي عندنا بتيتا لا غاسين دو 3 فوا لا غاسين دو 12، بتيت بي لا غاسين دو 8 فوا لا غاسين دو 0.5، لا غاسين دو 5 فوا لا غاسين دو 20، petite d, la racine de 0.9 fois la racine de 10, e, la racine de 28 fois la racine de 7, f, la racine de 0.1 fois la racine de 360. إذن غادي نقومو بالإجابة على هاد التمرين هذا، تمرين رقم 6، وغادي نحسبو هاد الجذور المربعة لهذه الأعداد، على بركة الله. غادي نبدا أول عملية لا غاسين دو 3 فوا لا غاسين دو 12. إذن غادي ناخدو جذر 3 في جذر 12 كم يساوي؟ باش نجاوبو على هاد العملية غادي نديرو جذر 3 مضروبة في جذر 12 كم يساوي؟ شنو هي 12 هي 3 في 4، هي جذر 3 في 4، 12 فقط قمنا بالتفكيك ديالها، هي 3 في 4. جيد جدا، جذر 3 هي في جذر 3، نعم في جذر 4، يعني ما درناش شي حاجه جديده هنا، فقط درنا التفكيك. جذر 3 في جذر 3 تساوي كم؟ تساوي جذر 3 الكل اس 2 في جذر 4 وهي 2 اس 2. اذا مادام عندنا هنا جذر 3 الكل اس 2، اذا غادي تيطير الجذر مع المربع، تتبقى عندنا هنا 3، وكذلك تيطير هنايا الجذر معاياش، تيطير الجذر مع المربع، تبقى لنا فقط مضروبه في ماذا؟ في 2. 3 في 2 كم؟ تساوي 6. 3 في 2 تساوي 6. إذا غنقول أن جذر 3 مضروبة في جذر 12 كم تساوي؟ تساوي 6. حصلنا على أول عملية، غادي نمرو للعملية الموالية. لدينا جذر 8 في جذر 0.5، إذا غادي نحاولو نبسطو هاد الكتابة هادي. جذر 8 شنو تنديرو هنايا؟ تنديرو التفكيك، أشنو هو العدد اللي تيعطينا 8؟ هو 4 في 2 مضروبة، أشنو هو العدد اللي تيعطينا؟ 0.5، هو 5/10. إذا شحال عندنا من رقم وراء الفاصلة؟ رقم واحد، إذا غنديرو 5/10. إذا كون كان عندنا 0.6 غنديرو 6/10، 7/10، إذا كان عندنا 0.7 غنديرو 7/10. إذا الآن غادي نمشيو بهاد الطريقة هادي. جذر أ في ب هي جذر أ في جذر ب، إذا جذر 4 في جذر 2 في جذر 5، جذر أ على جذر ب، جذر أ على ب هي جذر أ على جذر ب، على جذر 10، جذر 10 هي جذر 5 في جذر 2. نعم، شنو تنديرو باش نبسطو في الجذور المربعة؟ تنقومو بالتفكيك، تنشوفو العدد ديال 10 شنو هو في جدول الضرب، هو 10 هو 2 في 5، وقمنا بالتفكيك فقط لا غير، فقط لا غير. إذا مادام عندنا كلشي ضرب، إذا غادي نقومو بالاختزال بجذر 5 بسطا ومقاما، وغنختزلو كذلك بجذر 2 بسطا ومقاما، على إيش غادي نحصلو؟ غادي نحصلو على جذر 4، وجذر 4 شحال تساوي؟ هو جذر 2 أس 2. إذا الآن غادي نزولو الجذر مع المربع، تيزول لنا الجذر مع المربع، غيبقى لنا النتيجة وهي 2. إذا بالنسبة لنا الحل، الحل ديال العملية تيس بي اللي هي جذر 8 في جذر 0.5 كم يساوي؟ يساوي 2. إذا هذه هي الحصيلة ديال تبسيط ديال هاد العبارة ديالنا، حصلنا على جذر 8 في جذر 0.5 تساوي 2. إذا شنو تنعتمدو؟ شنو تنعتمدو إلا بغينا نخرجو واحد العملية في الجذور المربعة؟ تنعتمدو التفكيك، جدول الضرب دائما خصو يكون حاضر، جدول الضرب دائما خصو يكون حاضر. شنو هي 8 هي 4 في 2، وشنو هي 0.5؟ خاصكم تعرفوا كيفاش تحولوا من عدد عشري إلى عدد كسري. 0.5 هو 5/10، 0.6 هو 6/10، 0.7 هو 7/10، وهكذا دوالي. إذا فقط قمنا بالتفكيك وهكا حصلنا على العدد 2 بكل بساطة. الآن غادي نجاوبو على بتيت سي. لدينا بتيت سي شنو عندنا فيها؟ وهي جذر 5 مضروب في جذر 20. شنو غادي نديرو هنا؟ جذر 5 غادي نخليوها كما هي، ميمكنناش نفكوها، هي جذر 5 في 1 مضروبة في جذر 20. هو شنو العدد اللي غيعطينا 20؟ هو 5 في 4،
نعم، وغادي كذلك حنا مادام عندنا الجذور شنو خصنا نديرو؟ اشنو هو الجذر؟ جذر ا في بي هو جذر ا في جذر بي. نعم، جذر 5 في جذر 5 يساوي جذر 5 الكل اس 2 مضروب في جذر 4 وهي 2 اس 2. والان شنو خصنا نديرو؟ خصنا دوم حنا تنخدمو على اساس اننا نديرو الجذر المربع، الجذر تيطير لنا المربع، الجذر تيطير لنا المربع، اذا غادي نحصلو على 5 مضروبه في 2، و5 مضروبه في 2 هي 10. اذا الحل ديال سي، الحل ديال سي العباره التعبير سي اللي هو جذر 5 في جذر 20 كم يساوي؟ تساوي لنا 10. غادي نحاولوا نشتغلوا على هاد العباره هذه. جذر 0.9 في جذر 10، اول حاجه خصنا نفكروا فيها ملي تيكون عندنا الجذور وتحت منهم كاين عدد عشري، نحاولوا اننا نغيروه ونحولوه الى عدد كسري، الى عدد كسري. سهل اننا نعودوا نرجعوه الى عدد كسري. عندنا كم من عدد وراء الفاصله؟ عندنا عدد واحد، اذا على 10 شنو هو العدد اللي وراء الفاصله؟ هو 9، غادي نحطوه هنايا. اذا لو كان كانت عندنا 0.8 غنديروا 8 على 10، لو كان كانت عندنا 0.6 غنديروا 6 على 10، جذر 6 على 10. اذا فوا ماذا؟ فوا جذر 10، جذر 10. نعم، اذا حنا مادام عندنا في العلاقات ديال الجذور جذر كبيره ديال ا على بي تساوينا هي جذر ا على جذر بي، اذا هي جذر 9 على جذر 10 مضروبه في جذر 10. لاحظوا ان عندنا جذر 10 بسطا ومقاما وعندنا الجذاء. ماذا نفعل في هذه الحاله؟ نقوم بعمليه الاختزال. من تيكون عندنا العدد بسط ومقام، في البسط وفي المقام تيكون عندنا الجذاء، تنقوم بعمليه الاختزال. اذا شحال بقى عندنا؟ بقاتنا فقط جذر 9. اذا حتى جذر 9 غادي نقوم بالتبسيط ديالها. جذر 9 وهي 3 اس 2، هي 3 اس 2. اذا هنا غادي يطير لينا الجذر مع المربع، الجذر مع المربع كم سوف يبقى؟ 3 3. اذا غادي نحصلوا على 3. اذا بالنسبه للعباره ديال بتيت بدي اللي هي نعم تساوي لنا لاغاسين ديال 0.9 فوا لاغاسين دو 10 كم تساوي؟ حصلنا عليها تساوي لنا 3. تساوي كم؟ تساوي 3. اذا هذا هو الجواب على هذيك العباره. نجيب على هذه العباره. عندنا جذر 28 في جذر 7. دائما غنقول لكم تستعملوا التفكيك. اشنا هو العدد؟ شنا هو العدد اللي تعطينا 28؟ العدد اللي تعطينا 28 هو 4 في 7. 7 في 4 28 مضروبه في جذر 7. اذا الان غادي نقوم بعمليه التفكيك. عندنا جذر ا في بي تعطينا جذر ا في جذر بي، اذا غادي نديرو جذر 4 في جذر 7 مضروب في جذر 7. نعم، شنو تيساوي لنا جذر 4؟ هو جذر 2 اس 2 مضروب في جذر 7 في جذر 7 هي جذر 7 الكل اس 2. نعم، اذا شنو هي المرحله المواليه اللي خصني نقوم بها الان؟ انني نزول الجذر مع المربع. الجذر تيزول المربع. شحال بقات لي هنايا؟ بقات لي 2، غادي نضربها في ماذا؟ في 7. كم يساوي؟ 14. 14. اذا بالنسبه ل او اللي هي جذر 28 مضروبه في جذر 7 كم يساوي؟ 14 بكل بساطه. الان نحاولوا نبسطوا هذا التعبير هذا ديال اف. اف يساوي جذر 0.1 مضروبه في جذر 3 360، يعني لا غاسين دو 0.1 فوا لا غاسين دو 360. باش نجاوبوا عليه، اصلا خصنا نحولوا هذا العدد العشري الى عدد جذري او لا الى عدد كسري. اذا هنا غادي نديرو هو 1 على 10 كما يعني علمتكم قبل، مضروبه في ماذا؟ جذر 360 هي جذر ماذا؟ هي جذر 36 مضروبة في 10، مضروبة في 10. شنو غادي نديرو حنايا؟ جذر واحد هي 1 على جذر 10 مضروبة في جذر 36، تنجدرو التفكيك ديال في جذر 10. نعم،
الان غادي نحاولوا اننا نختزلوا بنفس العدد اللي عندنا بسطا ومقاما، جذر 10 وجذر 10. لماذا اختزلنا؟ لانه عندنا الجداءات، عندنا الجداءات اللي تيمكنونا من عمليه الاختزال. اوكي، اذا هذه من جهه غادي نمر. شحال بقى عندي هنا؟ بقى عندي واحد مضروبه في ماذا؟ في جذر 36. واحد في جذر 36 هي جذر 36. جذر 36 شنو هي؟ هي 6 اس 2. 6 اس 2، اذا غادي نحاول نزول الجذر مع المربع. كم يساوي؟ يساوي 6. يساوي 6. اذا الان حصلت على ان التعبير ديال اف اللي هو 0.1 فوا لا راسين ديال 360 ايغال كومبيان؟ ايغال 6. ايغال 6. هذه هي النتيجه ديال اف.